بنا فتح الله وبنا ختم
وعندنا كذا، وبعدين يقول ويزيد شارب للخمور، لاعب بالطنبور، فاجر فاسق، ومثلي لا يبايع مثله. يعني الكلمة مثل هذا هدم، مو إصلاح، هذا هدم لهاي المملكة ولهذا الملوك المتغطرسين والعابثين بالبشر والمستعبدين للبشر. السيرة منهجية الإمام الحسين لحد الآن بعد ما وصلنا لهم أكمال، إخواني سامحوني ترى ما وصلنا، وراح أنتم بنفسكم دليل واضح عندي على أن كم عاشوراء مرت حياتنا ما غيرت من عندنا شيء، لا من أخلاقنا لا من سلوكيات، قاعد ماتم الحسين وقاعد يحكي على هذا ويختار هذا ويتقلده، يعني ما خلقت فينا شيء صراحة. وإلا نحن نكون اليوم الآن أنبياء، أنبياء يسمون جماعة الحسينيون يصيرون أنبياء، بعيدين عن المشاكسات، بعيدين عن الحسد، بعيد عن الاعتداء. هذه قضية الإمام سلام الله عليه، يعني ثورة مكشوفة، يعني كل الثورات يمكن ما تنعرف، هذا يدخل بالثورة مثل ما المصر قاموا كلهم انتخبوا واجتموا المسلمين. وأكل كائن الدنيا كم مرة يخفقون، حاكموا حسن مبارك، تاجي الآن قاعدين يحاكمون مرسي، وانتم كانتون انتخبوا.